اللي قبل ما الدوري يقف كان فترة مهمة الحقيقة للنادي الأهلي وتألق كبير للنادي الأهلي خلال هذه الفترة مع ريني فايلر. شفت النادي الأهلي في الدور الأول قبل توقف الدوري بسبب كورونا إزاي؟ والله انا بشوف يا كابتن ان اكتر نادي اتضرر هو النادي الاهلي. حته التوقف، حته ان هو الليفل بتاعه كان عالي جدا مع مستر فايلر، شكل تاني. فريق النادي الاهلي بقى عنده شخصيه، بقى عنده شخصيه البطوله، بقى بيقدر ان هو يلعب اي فريق حتى على المستوى الافريقي، بيبقى ليه شخصيته. ده الاهلي مع مستر فايلر. وخصوصا انت لما بتيجي تتكلم يا كابتن اسلام ان مجموعه اللعيبه دي هي نفس مجموعه اللعيبه اللي كانت مع لاسارتي، لكن شخصيه المدرب هنا، لان انا بشوف مستر فايلر في يعني نواه صغيره كده من جوزيه، حتى على المستوى الشخصي. يمكن حضرتك برضو وانا اتعاملنا مع مستر مانويل كان حاجه كبيره جدا، حاجه انا اسطوره. بشوف ان مانويل جوزيه يعني ما اعرفش، هل انا يمكن متحيز له شويه ولا حاجه؟ بالمناسبه طبعا كان عيد ميلاده من كام يوم و74 سنه الحقيقه، من العطاء الكبير لمستر مانويل جوزيه. وكل سنه وانت مستر مانويل، ودايما يا رب تبقى دايما في خير وفي صحه وسعاده. انا بشوف ان مانويل جوزيه شخصيه واسلوب خاص، هو اسلوب خاص، وفي حته ما حدش عارف يوصل له. صعب قوي، هتاخد كتير قوي انت كمدرب ان انت توصل له. لكن حته ان مجلس اداره النادي الاهلي ياخد المبادره حتى بالتجديد مع مستر فايلر، اكيد شايفين في المدير الفني ده حاجه، اكيد شايفين فيه ان هو مدرب عامل شخصيه للفريق. عشان كده انا مع النادي الاهلي ومع مجلس اداره النادي الاهلي في حته الاستقرار دي. طبعا من اهم الحاجات اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، حته الاستقرار على الجهاز الفني، الاستقرار على اللعيبه، دي اللي بيبحث عليها جدا مجلس اداره النادي الاهلي. هنتكلم كمان شويه عن مانويل وعن ذكرياتك في فتره كانت مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، وفتره حقيقه كانت حلوه جدا الفتره دي. الكل اللاعبين اللي كانوا متواجدين فيها عمرهم ما بينسوها الحقيقه.